عندما يؤذن الأذان الأول لصلاة الجمعة أتوضأ وأصلي قبل الأذان الثاني، فهل صلاتي صحيحة؟ وإن كانت غير صحيحة فهل أعيدها؟ صلاتك غير صحيحة لأنها قبل الوقت، لأن الوقت إنما يدخل بالأذان الثاني الذي عند دخول الإمام، إلا إذا كان الأذان الأول كما هو في بعض البلدان يؤخر إلى دخول الوقت فالصلاة صحيحة. أما إذا كان الأذان الأول للجمعة يقدم لوقت طويل لأجل أن ينتبه الناس لصلاة الجمعة ويقبلوا على الاستعداد للصلاة فإن هذا لا يصلى عليه لأنه قبل دخول الوقت. أما إذا كان الأذان الأول كما يفعل في بعض البلاد من تأخيره إلى دخول الوقت وقبيل حضور الإمام فهذا لا بأس أن يصلى عليه لأنه بعد دخول الوقت. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.